لا مو انفينيت الاتريبيوت يعني انفينيت اتريبيوت اتريبيوت لا نهائي. ترى الزعمة هذول لما تقتلهم تحصل منهم شفتهم صناديق اللي انت عطيتني ديك تفتحها تعطيك نقاط اتريبيوت. ايوه بس ما ينف... ما تنفع كلك دي فل اصلا. ياه يلا دحنا يا امير حاجة حاجة مني والله على ال... على اقوى شيء ما كان الفل من... ما كان انقص منه وانا على اقوى اتريبيوت. وجع لا تربي تغدي واحد مليون الله رهيبه دحين تاخذ كذا دحين تشتغل تلفل تجي تلعب وتلفل والاتريبيوت حقك يزيد وتنافس اللاعبين الباقي في الاتريبيوت تمام هذا فنك كويس طالع برضو الحقيبه تقدر تبلعها برضو زياده الحقيبه اللي هي ايوه هي تزيد معاها الحقيبه اكيد لا مو الوزن الحقيبه الخانه انها ما تخلي الحقيبه حقك ايوه ايوه طيب هلا شوف هذا هذا اتريبيوت هذا لازم اضيفه دحين للسافر الى السافر الجديد هذا مشعر رشاش للعدو
ما خبر جمعة. والله شلم مدفع يا بريري. تعال الأولية من أجلك. هذا يقول فيه مشكلة توقف التحدث حقه من 2018. كومنت سبسكرايبر 4000 تجربة يا وليد. اتكلم سوي ميوس. هبل ابو تجربة. يتحدث يعني ممكن يكون في خطأ. دخلت من ثلاثة ما أدري يبهو حسبوا له واحد كم طارد أنا خارج يلني أنا يلا استولينا على الهدف سي ريستارت.
شحنات الكا جاهزة للتسليم من أخته وخدمات طريق الملك. طيب ما تسلمون عليها؟ حطها لنا كم سيومين ها؟ نحن في منتصف المعركة. حطها لنا كم سيومين؟ هاي المشكلة قالك لازم أروح أستلمها من المكتب. أي مكتب؟ من ليش سيارة؟ سمسة. ما سوي لي سيارة. سلمون عليها. المفروض دحين المشكلة كيف زيدا زحمة تلقى مكتبهم ولا شيء؟ لا لا تسلم من برا قدي عندما عندما بيوقف ويسلم منه سلمون عليه وصل هذا جندي تابع لهم قبل يجمع قوة قلب أو بالأربعة خرب أبلا قدام دبابة ووراي أربعة الله يستر حبل معي صواريخ منو هذا؟ مدير المالي مدير المالي حق اليوم ارتفع له الضغط الضغط بس ناهي دخل المستشفى صدق ام موظفين امرواتي 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 راتب نقديها نصها من عند ثاني يا تامينة ونصها الغرفة تدفع هم هنا تنزل بس دوغم صدق الواحد حقي يتمنى مخدر دول كورونا يقول شو بهم كورونا شمة أبو مرسل صورته في في الإعلانات المركزة يقول له الناس قديمة يجيهم كورونا أنت عادك على الضغط ما هذه الطريقة البايغة فلسطين هذول الجنة هذه السنة أكرههم يا أخي أعطوا الجنس يا السعودية يعني ما اكرههم كلهم اكره هذول اللي يتكبروا هو مو متكبر لا والله فنان هذا طيب سبحان الله انا ما قد تعاملت مع واحد كذره بمقدر لي نادرا ما حصلت واحد فنان يعني مع العلم الاترك اللي قد عرفتهم جنسين واللي عندهم اقامه زي كذا ومسورين من اصول اترك والله طلعوا كويسين لكن هذا لك اللي في الجنوب استغفر الله بس هبلي بس حقهم صواريخ وانا اوريك في ابوهم ذا حيانا بعد قررت لنا عليها ايمن رجع اشتغل مثل ما لطوى The Age of Calamitos انتبهوا جندي عدو لقد فقدنا الهدف سي دبابة هناك تابعة للعدو أترى هذا؟ فوض احنا نشتغل أقم المسالح فوق شفرة سكينة فإن المني بحلقتها خضر ايش وات ار يو سين وات عيد نفس السيرفر ما لها مثل ما لقى ملفات
شكله item down success up. بعد ام ملف يا رجال خلي ابوك العادي اصلا نروض عبيد من قوي قدرنا نتكتك له ابو الزعمه المود مو شغال لكن دحين بعته الحين نقول حمل لي حلقة ون بي قومي قومي نو اوه مكذور راح عليا والله عجيب كمل عن الوالدين اصبر لقد فقدنا الهدف فقدنا جميع الاهداف العدو يتحكم يا عبد الله اليوم كله جالس يلعب ومعه لحد يوم جينا اختفى هذا هو عبد الله نعم كائن غريب كود وهلم طائرتك بحك تموت مني الله رجعت تلعب اس كومبات ثاينا الله قدام خدمه خامسة يمكن رح نزلنا مستوى اسمه ايس نزلنا مستوى اسمه ايس في السبيشل نزله ثلاث مراحل كأنك في فيلم يعني والله العظيم القصة حقها لحد تبكي لعبة سريعة يا ميدي كرزاي كهتايسا بيبري بسكي بطن بيبري القطع منو هذا يقول كيفك خالد كيفك تمام كيف ايامك هذا خالد اللي دخل معنا كيف هم الرجال كيف انت يبني الباك ما اعرف ما اعرف يا نريت مجمع هذا في الشات عدم يا وانت قد دخلت عدم شغلت السيرفر جاب لي على عبد الله حاطه شرطه وكان نسيتهم عبد الله اجي يقول لي اجي يا امير يهجم علينا وجيت من عنده وانا امشي من عنده قلت له انا دحين موته وهو جالس يتفرج ويصور موته لا بس رحت اتكلم مع مادي من هذا في الديسكورد ها
وهو وجلس احاربه داخل مدخان وهو بشكل برا مدخان كذا ما ادري كيف. بعدين مات امير موتو وجيت حتى عنده قال لي في انك التلفزه ابغاك ما القاك. قلت له ويا امير كيف مات؟ ما يدري بك فيها. والله اني ما ادري. عبد الله لما قتلته لوته ما طلع فيه. اختفى ما يتلوى. انا نسيت خبر هذا لا. فين كنت صاحي ابغى يجمع خشب ابغى يجمع حديد. ايوه صادق انت ذكرتني دحين وهنا حاجه هذا كله تغدى عبد الرحمن اثمامي التانكي مع هو صح مع ثلاثه. والله يا لو جلست تغدى معاه تاكل معاه يقول لك شبعت شبعت وهو يجي بيوم بس قليل لحاله طول في الغداء عين لو كيف والله سبحان الله فين يعني قال لك شبعت ما قدرت تقوم اول مره يا عبدو هذا كله غدا ها خلوا الرجال على راحته عبد الله الظهراني خرج تعال تعال شنو العب ها ايمن وينك يلا ايمن اه يا مبرمج حقنا يا الفاشل يا جماعة امدحوني مرة واحدة خلنا احس اني اعرف الشيء. لا 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 ليش رجع سريع كذا مالك تعال شوف لي يا صنصر مو اقول لك تركب صنصر لحناك تعال شوف مركب هو بس بطيء لما نضغط على ال هذا حق المود ممكن مو ذا في واحد ثاني يا جماعة دوروا اكيد في مكابع اقوى من هذه والله انا ما اتوقع انه هذا ايوه شوفها هنا هذا اتوقع انه مو واحد ثاني مو ذا انت فاشل ركبت الخطا هذا تقول عني فاشل لا والله فاشل اللي ركبه استولوا على الهدف هيا ركبوا انا عبد الله يا اخي ابني هذا البرج يا اخي يا خلنا نستفيد منك ولا مره واحده من ده بس مره واحده الله يقد بنا برج وربع سنة احنا ذا البرج هاي يقدر يبنيه هاي له كف كبير ابنه اركب فوق اعلى شيء الله هني يا ها؟ مالك؟ قد حفظ معك برجع هذا مدري يكفيك ولا لا يا عبد الله الله يا ايمن الله ما يبغي يسبه بنفس الوقت قول يا عبد الله قول انفر برد على بطنك ما احيانا مع كل كذا تنفس يعني طلع الطاقة السلبية اللي هي اطلع لها في ظهري ها؟ ولقيت انا اتنفس عبد الله انت كيف تطلع الطاقة السلبية حقك؟ والله هذا السؤال ما قد سأل اول مرة ينسأل عليك اي والله ما قد يعني ما قد سأل لو عندك طاقة مشهورة قولي خيي كم اتانا النتيجة؟ الف تعال تعال وليد شل الف الا اثنين حمين جيم يلا شلهم دراج ابو نافذه وادعس في هذا الله يعين ادعس في حتى تطلع منه انا شيء اكمل الباقي وين البرج هذا ابغى اخلصه هذا وباقي اي برج شغله ثانيه لا هذه ما فيها خساسه انا عارف هذه صادق عنده الله يا اخي والله عبد الله يا جماعه الله يفهم صدقني انت احسن واحد يفهمني يا عبد الله والله يا اخي ليت اهم شيء اللي قلت كملتها تقنبر فوقه ها سلام الله السلام عليكم جماعه انا بنيت لي كذا واحد في واحد شقر هذا تكسر ها
باسم الاب والروح القدس. عدني ليش اطلع لها يمير يا اخي قابلته في زي مغول كذا عيونه تولع ونسجي شمت بي يا جماعه كسر امبيره قد هي انت قد دخلت تلعب انت تبغى تعيش مشرد راح تعيش مشرد دخلت وصلت 2022 وانا حارم وحش وانا حارم وحش وصلت دم ونص ما صدق اضربه هرب اضربه هرب قطع من النت قفلت طيب خش 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 خلنا نلعب انت ما شاء الله عليك تبني لا لا يجمع يجمع ترى يجمع لكم اللي شو يحرح يجمع لهم حطاب وفايبر وحاجه ثانيه روح ما قصدك حتى يعني الله الله هذا شغله اصلا هذا حد اصلا في الملعب احسبني عبده لا والله عبده عن تيل مو انت ابلع على وحش لقيته ما هذا انا ترى معتل وفابري كذا اللي انا اجيبها يا معاذ عشان اوري الناس ان انا متواضع اللي انا دائما اقود الحرب انت انت لا ضاك انا قاعد اسجل فيديو دحين بتلفيلد بس اخرب من فيديو ورجيني حظر رسيفة ايش فيه ايش فيه ابلع على حرب ايمن ما لك عبد الله ايش بصير فرق اليوم كل شيء خرج ايش سويت فيها بسيفر كان هذا الله حصلت راسه ما هذا اول مره ورا هذا تمام يجب ان نستولي على هذا الهدف يا مفتاح صندوق حقه ترى دحين الليفل يا جماعه ما هو محدود صح الليفل ما هو محدود بس النقاط محدوده ايوه هنا اللي كنت بعرفه انا النقاط حدك 100 تقريبا الدينجر اللي فوق حق البركان قد رحتوا ايمن صحيح امس تمشينا في انا عبد الله واحمد حللنا والده في اشياء تعلمها شيء خلنا نسريها ما اتوقع في اشياء تعلم والله وصلنا حتى هنا لقينا مزعيم حقهم حقهم فين شان هذا فك الخريطة وانت ترى الدنجن على طول في دنجن حق يمير حق اللي لازم تدفع تدفع لهم عملة عشان تدخل 18 عارفوه حق حيوانات اللي دخلنا زون هنا هنا في دنجن قريب مننا هنا لا والله ما مكتوب عليه تعال تعال ما تقدر تدخله حتى تدفع حاجة خلنا نروح ندفعها ونخش دنجن يمكن انت مقدر خلنا خلنا ندخل معكم خلنا شوف اذا دخلت سحبت كمل كمل عندك حتى اقول انا طلعت من اللعبة عوايدك يا اخي ما في شكل في خط هبا هبا احمد ترى يحيى في كل الطيارات والمباني ويخليك ترجع لبيتك في اي وقت تبغاه محمد يقول لك كل الطيارات والمابات مجانية في اللعبة لمدة شهر لو رحت بعيد ولا ضعت ولا حاجة وتبغى ترجع بيتك بسرعة تكتب بس بالشات امره يرجعك على طول للمنطقة اللي انت حفظتها الله يا احمد اما طايرة الدنيا مستحيل العبها ما لا يقول لي كل شيء مجاني يا حط فترة افا يا هي الاركب بعدني لا لا مستني لك انا ارسلت له امر رسمي خطاب موجه عليهم قلت لهم يستنوا لي
هذا هذا ترى عاد لا بدل الاثنين هذا لا راح ولا اكبس اللي قبله راح علينا كلنا ترى هذا ولد اللي قلت له مزرق غافل هذا هو المرارة ذا يا الله ما زمان من تحت الماء والله هذا مبارك ماشي كيف كذا ينفر طلع ما يبغى فرسيت فر ماني هاند هيلد يمير توتن دحين سفر محفوظ ما تمو يمير توتن توتن ما هذا اعطانا السبيلنج توتن تي او هاي هذي معايا منها معايا خمسة ما الاسم عشان اطلعها تي او تي اي ام هاي تدري من فين كلها من المقرية حق يمير اللي في النص عند بيت انا لقد فقدنا الهدف اسمع كيف تكلم ايريش طيب دفعت له ما يعطيني يعطيني صندوق بوكس اوف جودي طيب طلع لي ما دراغون باودر طيب ما انا شاف هذا اللي في راسي ما اعطاني شيء اعطاني بس جم باودر ها خليني اشوف اسمه ما اسمه ما عرفت اسمه احسبه دخلنا ثاري بير صدق بس بيري لوس اعطاني اخر سبرينج حق الدنجا في اكتبه في اليوتيوب الدنجا بي اي ار اي ال او يو اس غالي بي اي دبل ال الله ليش ما مدينا جوانا يا وليد انترانس صح؟ انترانس والله مدينا جوانا على وليد لما؟ انا شغلها ارب محفوظة عندي فرق امر ريال ها؟ معاذ يا اخي خلينا في حالة والله 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 انا في حالة في بيتك ما مصدق حقيقة انا في حالة منها ما في اي حاجة في اليوتيوب يمكن من تحت البحر نخش يمكن تحت ايه ما تدخل